السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الاسورة دي، هي حاجة كده زي اساور الصداقة بس بشكل جديد. احنا مش هنحتاج حاجة فيها خالص، هي مش هتكلفنا اي حاجة. هي انا هجيب قطعتين من السلسلة، يعني اي نوع سلسلة عندي بس يبقوا شبه بعض، وهاخد مقاس الايد بس مش هتبقى دايره كامله على الايد، لان انا من تحت هحاول اقفلها بالشريط جلد او ساتين، يعني هتبقى نص، يعني هسيب حوالي ربع من المعصم بتاعك بالظبط هسيبيه، عشان انا بعد كده هيكون هتحكم بيه بالشريط الجلد ده او شريط الساتين. انت ممكن تستعملي شريط جلد او شريط ساتين اللي متوفر عندك يعني، او لو في خيط صوف برضو لون بتفضليه ممكن تستعمليه. اول حاجة انا بمسك القطعتين السلسلة جنب بعض بنفس الاتجاه، يعني ما تبقاش واحدة مقلوبة. بدخل طرف من الشريط اللي معايا ايا كان نوعه، يعني طرف يمين وطرف شمال. الطرف الشمال ده انا بحاول اسيب منه جزء طويل شوية، لان ده اللي انا هتحكم فيه وهدخل فيه الامسيال، اللي هيبقى ده اللي يعني هستعمل الفتح والقفل الامسيال منه، الجزء اللي ناحية الشمال. اليمين كله هو اللي هيبقى الشغل كله فيه، فهسيب مسافة قد دي كويسة كده يعني. يعني حتى لو زادت بعد كده انا ممكن اقصها، بس عشان ما تقصرش معايا وتبوظ لي الشغل يعني وارجع اعيده تاني. الطرف اليمين بقى انا طلعت طرفين، طرف يمين وطرف شمال زي ما احنا شايفين، هو طالع من قدامه في فتحة الناحية التانية اهي في ناحية الايد الشمال، انا هدخلها، هدخل شريط من الفتحة اللي هي في الشمال هطلعها، فهي طلعت كده من ايه، من ورا من الناحية التانية من السلسلة، فبقت كده عندي فتحة من قدام وخيط طالع من ورا. طبعا الخيط اللي في الشمال ده انا بسيبه زي ما هو، انا هحاول برضو يعني هقرب لكم اكتر عشان الفكرة توضح. هو انا كده خلاص يعني بقت الخيط هو طالع من ورا، اللي طالع من ورا ده انا مليش دعوة بالشمال خالص زي ما قلنا. الطرف الطرف اليمين اللي انا بشتغل بيه هو دلوقتي هو موجود ورا، انا عايزه اجيبه قدام، هبتدي الفه من ورا، يعني هذا خرجه، يعني هو خارج من وراه خرجته من قدام وبعد السلسله، يعني عشان السلسله بتلف معايا لما بحط عليها الخيط. الطرف بقى قدام خلاص، هاجي في الفتحه اللي قدامه هدخلها، فكده خلاص هيخرج من ورا، وهحاول اشد برضو كل مره ان انا بشد الخيط يعني احاول اعدل السلسله عشان ما تقلبش معايا. هقرب الكاميرا شويه كده برضو عشان توضح لكم، واللي ما خدش باله من اول مره ياخد باله تاني. انا الخيط معايا وراه، هحاول عشان اجيبه قدام هدخله، يعني هو خارج من ورا هجيبه من اول فتحه اللي قدام، خرجته بقى عندي قدام، هاخده بقى من قدام عشان انا بحاول ان انا اربط السلاسل بس ببعض، فعشان كده دي فكرة الانسيال نفسه ان القطعتين سلسلة. انا كده هو كان خارج من قدام، هاجي في الطرف اللي ناحية ايدي الشمال هدخله من قدام، يعني اللي خارج من قدام بدخله في اللي قدام فهيطلع من ورا، واللي طالع من ورا بلفه من ورا برضو زي ما هو طالع، يعني باجي ما بلفوش عكس الانسيال نفسه او عكس السلسله، لا انا يعني معلش انا بحاول امسكها عشان هي في الاول بس بتتزحلق عشان تبقى لسه ما بنتش يعني، بس اول ما بتشتغلي شويه اللي بتقدري تتحكمي في الشغل. انا كده خلاص اهي، يعني هي كانت ورا فانا هاجي من نفس ورا هدخلها لقدام هعديها الناحيه التانيه وهشدها، وبرضو اخد بالي ان الشريط ده ما يلق، يعني وانا بلفه مثلا في الناحية التانية الشمال دي اخد بالي ان دايما الشريط يبقى قدام السلسلة، يعني السلسلة هي اللي تبقى وراه، عشان هو ممكن وانا بشد السلسلة تدخل بين الشريط فهتتكعبل معايا فمش هتديني نفس النتيجة دي، فدايما اتأكد ان السلسلة تبقى ورا، يعني الشريط يبقى هو اللي قدام. اهي ده هي يعني كده بتهيألي ابتدت تبان يعني من كذا خطوة، اللي مش هتبان من اول خطوة. هعمل معاكم مرة كمان برضو، هي دلوقتي زي ما احنا شايفين السلسلتين جنب بعض، الخيط طالع من ورا انا عايزة اجيبه قدام، همسك طرف الخيط نفسه
وهتاجي زي ما قلنا، هو طالع من ورا. همسك طرف الخيط وهطلعه من ورا زي ما هو خارج عشان اعدي الناحية التانية. هو انا الشريط معايا يعني تخين شوية عشان كده بيعدي بالصعوبة، بس لو هتستعملي خيط ارفع من كده شوية هيكون سهل عليكي برضو. بقى قدام عندي خلاص، في التالي هدخله في الفتحة، هو خارج من قدام يبقى هدخله من قدام، خارج من ورا يبقى خرجه من ورا. يعني هي مجرد ان انا بعمل زي شرايط بتمسك السلسلتين مع بعض. هي دي فكرة الانسيال، يعني هي فكرة بسيطة جدا بس نتيجتها بتكون في الاخر جميلة جدا ومختلفة. يعني ما اظنش حد عملها قبل كده، فانا حبيت اشارك معاكم الفكرة دي عامة عشان كمان تكوني مميزة في شغلك او في اكسسواراتك، يعني متبقاش اي حد لابسها. برضو هعمل مرة كمان برضو معاكو عشان توضح الطريقة، وهرجع عيد تاني برضو. يا ريت نتأكد ان كل مرة عادل السلسلة جنب بعض. انا خرجت اتجاهه ومن ورا وادخله برضو في الفتحة اللي بتاعت السلسلة اللي هي من الناحية التانية، وعدل السلسلة. اتأكد دي اهم حاجة، يعني كل مرة لازم اعدل السلسلة تبقوا جنب بعض. هدخلها من الناحية التانية الطرف التاني وهشد. زي ما قلت لكم هي الفكرة بسيطة جدا، بس مجرد ان انت ايدك هتاخد على الشغل او ان الشغل يطول شوية هتقدري تتحكمي فيه. اما في الاول ما بتبقاش عارفة تمسكيه لان بيبقى لسه في البداية، مش يعني مش مالكة تمسكيه، بس هي الطريقة سهلة جدا. انا هعيد كمان مرة بس هسيبكم بقى مع الطريقة تركزوا، او هكبر الشاشة شوية. كده انا خلصت، كملت الانسيال بنفس الطريقه وكده الانسيال معايا خلص، بس سبت اخر خطوه اللي اني زي هقفل الانسيال. في طبعا هو فتحتين قدامي زي ما احنا متعودين، فتحه يمين وفتحه شمال. الخيط هنا طالع من قدام، فبالتالي زي ما احنا متعودنا هدخل في الناحيه الثانيه عشان يخرج من ورا. ولما يخرج من ورا طبعا هروح انا جايه في الخطوه في الخطوه دي ومدخلاه مرجعاه من ورا عشان يطلع، يعني زي ما احنا كنا متعودين عادي. في الاخر كده خلاص هو كده الشكل النهائي معايا للانسيال، بس انا هضطر اعمل عقدة مثلا يعني عشان اتحكم في الانسيال شوية ويبقى متين معايا. انا كمان انا مستعملة خيط تقيل شوية، اما لو انتي مستعملة خيط ستان هو ممكن يتزحلق شوية من الحديد. بعد كده هعمل بقى اللي هي طريقة قفل النهاية، اللي هي انا بوسع وضيق بيها الانسيال او بفتحه وبقفله بعرف البسه يعني منه ازاي. انا بعد كده هعمل فيديو منفصل خالص عن التقفيلة دي، لان هي الصراحة هي تقفيلة لذيذة جدا ممكن تستعمليها في كذا حاجة. يعني انا بجيب قطعة خيط من نفس لون الخيط اللي انا استعملته، يعني مثلا حوالي 20 سنتي مش هتفرق، وبعملها عقدة على الانسيال الاساسي. هي دي القطعة اللي انا ضفتها، هي اللي بعملها عقدة، برضو بقى ضمة الخيطين على بعض. بعد كده بجيب طرف يمين وطرف الشمال بتاع القطعة اللي انا هتحكم في القطعة دي نفسها، يعني شغلي كله هيبقى في القطعة اللي هي اللي انا ضيفها. هجيب طرف اليمين هحطه على الطرف الشمال من فوق، والطرف الشمال هعديه من فوق على اليمين. انا هحاول اعملها بالتصوير البطيء شوية عشان توضح. انا الطرف الشمال اهو معايا، هعديه على اليمين الناحية التانية زي ما واضح قدامنا، والطرف اللي هو ناحية اليمين بقى هاخده من فوق
وهدخله في الدايرة بتاع الطرف الشمال. يا ريت تكون وضحت معانا. نفس الطريقة دي انا هقعد اعيد عليها، بس في ملاحظة. طبعا انا مرة بعمل يمين ومرة بعمل شمال. طب انا هعرف ازاي الفرق بين ان انا عملت دي او ما عملتش دي؟ اللي الناحية العالية يعني في جزء عالي كده، ده اللي هو المفروض اللي مش هعمله، اللي ده اللي لسه معمول. انا هاجي من الحتة اللي منخفضة شوية، هاجي الخيط اهو، هعديه من تحت الخيط فوق الطرف الشمال، وهاجي على الطرف الشمال عدي من فوق وادخله في الدايرة. هي طريقة القفل في الاخر طريقة سهلة، بس هي عايزة تركيز شوية، ومجرد ان انت هتعمليها مرة تعودي عليها. بعد كده انا هقص الزيادات اللي موجودة في القطعة اللي انا زدتها، اللي زودتها يعني. اما الاساسي اللي موجودة في الانصية الاصغر لقطعتين الطوال دول، انا هعمل فيهم عقدة يمين وعقدة شمال. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.